الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله أمين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين، أنساكه إن شئت إفرادا كذا وتمتع، أو إن تشاء بقران. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وبعد. هذا البيت يتكلم عن أنواع الأنساك التي يجوز أن يحج الإنسان على من والها، فإن شاء أن يحج الإنسان متمتعا جاز له ذلك، أو قارنا جاز له ذلك، أو مفردا جاز له ذلك، وهذا بإجماع العلماء، فقد أجمع العلماء على جواز عقد نسك الإحرام على واحد من هذه الثلاثة، وأجمع العلماء على أنه ليس فيها شيء منسوخ أبدا، حتى من كان يمنع من المتعة في أشهر الحج فإن هذا المنع ليس مبناه على أن ثمة شيء نسخ، وإنما كان على مصالح رآها. فالعلماء مجمعون على جواز الإحرام متمتعا أو قارنا أو مفردا، والدليل على تنويع الأنساك إلى هذه الثلاثة ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، وهذا هو القارن ولا لا، ومنا من أهل بحج، عفوا، فمنا من أهل بعمرة وهذا هو المتمتع، ومنا من أهل بحج وعمرة وهذا هو القارن، ومنا من أهل بالحج. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم كل مهل على ما أهل به، والله أعلم. نعم. إن سقت هاديا فالقران مفضل، أو فالتمتع يا أخا العرفان، وإذا اعتمرت بأشهر للحج فالإفراد أفضل، قاله الحران. هذان البيتان يتكلمان عن أفضل الأنساك، فأي الأنساك أفضل؟ أهو التمتع مطلقا كما هو قول بعض أهل العلم، أم القران مطلقا كما هو قول لآخرين، أم هو الإفراد مطلقا كما هو قول طائفة ثالثة؟ الجواب: لا هذا ولا هذا ولا هذا، لأن القول الصحيح أن الأفضلية في واحدة من هذه الأنساك إنما هي الأفضلية المقيدة لا الأفضلية المطلقة. فالتمتع أفضل في حال دون حال، والقران أفضل في حال دون حال، والإفراد أفضل في حال دون حال. واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وهو قول يفضي بنا إلى الجمع بين الروايات الكثيرة الواردة في هذا الأمر. فإن قلت: ومتى يكون القران أفضل؟ أقول: يكون القران أفضل في حق من ساق الهدي من بلده، فإن من ساق الهدي من بلده يكون قد وافق النبي صلى الله عليه وسلم في سوقه للهدي فليوافقه في نوع النسك. ولذلك إذا سألك سائل وقال لك: لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قارنا؟ فقل له: لأنه ساق الهدي، فالأفضل لمن ساق الهدي أن يكون قارنا. فإذا الأدلة المفضلة للقران محمولة على حالة السوق الهدي، إذا فضل مقيد. فإن قلت: ومتى يكون الإفراد أفضل؟ أقول: يكون الإفراد أفضل إذا أفرد الإنسان العمرة بسفرة خاصة في أشهر الحج، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. فقد اتفق الأئمة الأربعة على أن من أفرد العمرة في أشهر الحج بسفرة خاصة وأراد أن يحج من عامه هذا أن يحج مفردا. فإذا اعتمرت في شوال ورجعت، أو في ذي القعدة ورجعت، ثم أردت أن تحج من عامك، فالأفضل باتفاق الأئمة الأربعة أن تكون مفردا. إذن الإفراد أفضل في هذه الحالة. فإن قلت: ومتى يكون التمتع أفضل؟ الجواب: إذا لم يحصل لك أحد هذين الأمرين السابقين، فلم تسق الهدي ولم تعتمر في أشهر الحج، فالأفضل لك في هذه الحالة المخصصة المعينة أن تكون متمتعا. فإذا الأدلة المفضلة للتمتع محمولة على من لم يسق الهدي ولم يعتمر في أشهر الحج،
والأدلة المفضلة للقران محمولة على من ساق الهدي، والأدلة المفضلة للإفراد محمولة على من اعتمر في أشهر الحج، واختاره أبو العباس وتلميذه الإمام العلامة ابن القيم، وهو القول الذي تتآلف به الأدلة ونعمل بها كلها ولا يبقى بينها شيء من الإشكال ولا التعارض ولا الاضطراب والاختلاف. والمتقرر عند العلماء أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن، والمتقرر عند العلماء أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، والله أعلم.